كل الطلاب السجل السيلفاس ما بتعرفش اللي بهذه الحياه تبع الطلاب. هاي حطي اربع شابترات بالاروماتيك كومباوند، ثلاث شابترات اللي هو بنزين والاروماتيستي، هاي الملزمه مالتكم. حطي تفاعلات الاروماتيك كومباوند سجلوها، رجاء سجل السيلفاس مالتك. الاروماتيك كومباوند حطي الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن، وايضا حطي فتشي اسمه الارين مالت الدربتك، وانطي اخر شيء الفينول. اما اكمل الاربع شابترات او الفينول اجله نهايه ان شاء الله. دكتور اياد كريم ودكتور هبه حينقلون الشابترات البقيه، الكربوكسيليك اسيد والدربتف اوف كربوكسيليك اسيد والامين واحد امين اثنين، امين واحد اقصد به الرياكشن والامين مال الامينات، واخر شيء هي او جهادات الفيترونات الكتاب والرياكشن. هذا هو المنهج، هذا الفصل. الكتب اللي حنستعملها هي اكثر من كتاب. ليش متاخره من الاخبار؟ نعم؟ يلا. الكتب مثلا ناخذ ثلاث كتب. بس الكتاب المقرر هو الكتاب الرسمي حناخذ يكتبوه العام، ما ادري استلمتوه من مجاني ولا مورسل امبوي. هناخذ مورسل امبوي حنعتمد عليه، بس بالنسبه لي تحتمدون 95% على الحاضر. سوينا جروب على التليجرام، اي طالب عنده اي شيء مثل مرات اجاوبه رسم، مرات اخذ مفاتحه اتاثر عليه شوي. اي شيء عندكم اكتبوا مثلكم محمد. هنسوي فد اجراء ويا محمد. هنسجل المحاورة الصوت مالتها، اللي يريد من اللي يسجل فيسجل، ما عندنا مشكلة. حيث يتبنى هذا الموضوع ويعلن على الجروب اللي خاص بيهم، بس بشرط اتفقت وياه، بشرط انه اذا صار الحضور قليل نلغي هذا الموضوع. والمحاضرة تنشط بعد ما تخلص الاسبوع كله. هاي كانت في الاطار مال سياسة لا حد يحط الدرجة، لا حد يحط أنت عندما هاي النيتي إنه الكتاب 25 و25 بالفصل وبالنهاية 50 و50 وقالوا بداحشي داحش على لسان زملائي دكتور عيادة دكتور عيادة عندي لسنين اللغة كلها ما عندها أي شكالة مع أي طالب من ناحية النجاح أو بسنة يا طالب هو يمكن من النجاح بالزور. العلاقه بيني وبينكم تبني على اب وابناء الى الكليه، مو استاذ وطالب. يربطنا وياكم شر وقتكم. الاحترام. العلم تبقوا باليوتيوب احسن من عندي بس. غير احسن من بس. هذا الاحترام اللي ربطنا بيناتنا نعبر كل سلاسه من الدروس. نفس الوقت النجاح منكم. اثنين نرجع صورك نمشي اسوي ما فاهم بس هاي ولقيت انت مصطنع ولقيت زين شاف مصطنع زين في شغل عمليه تدريس والحصص هاي السياسه والاطار العام هذا وقت الزملاء يجلسون بنفس الشيء حتى طالب جاي من الحلمس انتم صف اول مرحله انتقاليه كتب الاداريه كتب مع قصه بديت ترسل مرحلاتكم اتمنى لكم كل التوفيق خاصه سعيد بالتجربه اللي مر فيهم كلها افضل شيء اعتقد انك تعلقت على نفسك احد تجي المحاضره الاولى مالتكم ان شاء الله افضل تجيبون وياكم بعد منا الاسبوع الاخر القلم مالتك قلم احمر حتى نأشر المهمات حتى نأشر الاشياء المهمه والله عندك ملزمه كل تجيب ملازم رجال كل تجيب ملازم
ليش تدرس طلاب الكيمياء العضوية في كلية الصيدلة؟ ليش تدرس؟ هذا طالب صيدلة. شنو كيمياء العضوية والكيمياء والفيزياء والرياضيات؟ مو صحيح؟ مو كيف؟ إلى حد الآن في الصف أول ما كنت تدرس واحد من الصيدلة. وهذا الكورس اللي الدكتور حسن تاخذ من الدراسة. شوفت على الآن ليش عنوان صيدلاني. الكيمياء العضوية ثلاث كورسات. أخذته بالفصل الثاني الصف الأول. تاخذون هذا الكورس، تاخذون الكورس اللي بعده باسم الهيدروسايكلين. هو كيمياء عضوية. بس اسمه هيدروسايكلين. يعني كم فصل؟ ثلاثة. العقاقير صيدلي فصلين تاخذون طول مرتين ثلاثة تاخذون كيمياء عضوية ثلاثة صف خامس ترجع تاخذ درس اسمه أو كان يسمونه سيتومات بس يسمونه ادفانس أناليسيس تاخذ الـ NMR تاخذ الـ IR تاخذ الـ UV تاخذ الـ MOS ويتعلق بالكيمياء العضوية شلون تشخص المركبات العضوية بين أربع كورسات. إذا الكيمياء العضوية تقولها في كلية الصيدلة ما يستخدم. العقاقير الكيمياء خامس تكون سري لو تاخذ أربع كورسات. بمستوى العضوية. ما تعرف عضوية ما تعرف خامس تكون سري. ما تعرف سريرية. ما تعرف بايكتسلي. ما تعرف. لذلك هي مو داود للدرس اللي درسه. بس لازم تقنع ليك تدرس. إذا أنا ما أعرف الموضوع اللي أدرسه، يوم شنو موضوعنا؟ بنسيت هذا الماس. ليش هذا الموضوع في صناعة؟ ليش وصلوا العام ودرستوا الألفان خلوه واحدة؟ ليش الألفين خلوه واحدة؟ ليش الألفان خلوه واحدة؟ على أي أساس؟ هي كلها كاربون وهيدروجين. ليش وصلوهم؟ ليش الكون خلوه واحدة؟ ليش داخل أني بنزين؟ داخل واحدة عن بقية الشابترات الأخرى. إذا لازم تتميز بالموضوع. مو صحيح؟ ليش وصلوكم وتسوكم أربعة جروبات؟ خرجوا القاعة هم 500 واحد هناك سطح بالفرقية والأستاذ يقعد يطير ساعتين يطلع ويخلص صح؟ إذا الهدف من إنه تقسيمكم إلى هالبارتيشن أربعة في سبيل حتى الطالب يفتهم لو غلط ذاك شيء حتى الطالب يفتهم إيش يدرس العلم واحد يرتبط بالآخر ماكو علم وحده لذلك لازم نفهم ليش فرد التشابتر انفصل اسمه بنزين الدرامات من نفهم فهم السؤال شو يصير قسم الجواب فلذلك لازم نشرح ليش البنزين ما هو البنزين البنزين مركب عبارة عن C6H6 سايكليك كومباوند البنزين عبارة عن مركب مولكيولر فورمولا C6H6 سايكليك كومباوند يحتوي على باي الكترون هاي باي الكترون في حالة ريزونانس ده سبيع ريزونانس داخل الجزيئة ريزونانس ده تتحرك الجزيئات هاي الكترون تتحرك داخل الجزيئة فلذلك كيف نرسم البنزين ستاكشر نرسمه بهذا الشكل بالامتحان ترسم لي مثل هذا بنزين وداخل شكو دائرة لا تخلي هاي الفلاشات بنزين وداخل دائرة هاي الدائرة عبارة عن هاي الكترون تتحقق داخل
البنزين لازم نعرف شنو ما يستبحث تلوك شابتر واحد. لو بقى البنزين عبارة عن شنو حلقة ثلاثية فيها ثلاث أواصر من نوع الفار صح ولا لا؟ ثلاث أواصر فار هاي الأواصر بتتحرك مثل حجم. فإذا الجزيئة لو نرسمها بدون هذا الدائرة داخل الجزيئة نضاع عندنا دبل بوند وعندنا سنجل بوند. جو على بعض درسوا طول الآسرة اللي مال جزيئة البنزين طول آسرتها. قالوا بما أنه هي تحتوي على دبل بوند وسنجل بوند من هي يا مركبات فيها سنجل بوند؟ هي مركبات الألكان. مركبات الألكان أخذوا مثال الإيثان. شافوا طول الآسرة ما فيها سي سي بوند 1.53 أنجسترون. قال لو لعد الدبل بوند ايش ناخذ؟ اخذوا العينه الايثين. شافوا الاصل ما بين السي دبل بوند سي 1.34 انجسترون. اذا يفترض لو هاي ما محركه داخل الجزيئه هاي الالكترونات كثار اذا لازم عندي والاصل واحده من السي سي بوند تكون 1.53 والاخرى كيف تصير؟ قلنا كيف تصير الثانيه مع الدبل بوند 1.34. بس من درسوا طول آسرة البنزين شافوها 1.39 لا هي سنجل بوند وهي دبل بوند. فإذا ايش قالوا؟ قالوا إذا زيئة البنزين لا تشبه الألكان ولا تشبه الألكين. صح؟ لو كانت تشبه الألكان كانت تطلع لنا آسرة مثل ما الإيثار. ولو كانت تشبه الألكين لكانت تطلع لنا آسرة تشبه الدبل بوند. ولا رقمنا ما حد يكتب ولا أنا أقول لك أحفظ سجلت. فإذا قالوا أحد ما أنه لا يتشابه البوند لينك مع الألكان والألكين فإذا أحنا نعزل البنزين ونخلي وين؟ في تشابتر. قسم من العلماء احترموا على هذا الموضوع. قالوا أحنا من درس واحد من شاهد واحد نحكم على انه هذا البنزين كان يتشطر واحد نفصل مثل قالوا لا لو اخذنا البنزين هي جزيئه بلانر بلانر جزيئه مستويه تهجينها ذرات درسوا تهجين ذرات الكربون كلها من نوع الاس بي 2 وين البي اس بي 2 وين البي الكربون اس بي 2 وين البي ان بالألكين الألكان تهجينها من يا نوع الألكان اسمي فري والألكين اسمي فري والألكين درسوا كل ذرة الكربون ست ذرات الكربون درسوها العلماء شافوا تهجينها من نوع اسمي تو إذا اشتلعوا تقتل الفرص يشبه الألكين يتعارض مع طول مو واحدة بس طول الآسرة يكفي إنه نعزل البنزين خلفيه فاليونت واحدة لأنه التهجين مال ذرات الكربون متشابهة ليش ما الألكين؟ خلي وين الألكين؟ ما نزل على صفحة استحقال حال الألكين. العلماء سووا قبل بالصفحة طلع لي هاي الصفحة بالجاي هاي دائما نقول العلم منين معقول العلم؟ من الحياة؟ من حياتكم؟ سارة طب بشكل عام بالفصل الثاني بالاثنين وهي جدا مدعى ليش ما بتفكر؟ شنو الفاكتور اللي صار طبت في جيبك عام نعم لا
شنو اللي لسه بعد ما قضيت الامتحان كلهم قارين زين، بس صار بالضبط من المرحلة الثانية المرحلة الأولى طبقت كلش بالكامل الدنيا. ما هو الفكرة؟ سعيها. إذا الفكرة اللي يميز سارة عن بقية الزملاء هو السعي. صح؟ فتفنكشن هاي. إذا العلماء قالوا إذا رح نجيب فتفنكشن نثبت به إنه هاي مركبات الأروماتيك كومباوند اللي يمثلها البنزين عنده فتفكتر يختلف عن البقية. ما هو هذا الفكتر؟ شيء اسمه الاستابيليتي. خش الجواب. فالموضوع اسمه استابيليتي. الفكتر اللي يسوي فيه مقارنة مثل ما قارنا سارة مع بقية الزملاء. فإذا ما هو الفكتر حيسموا عن العلماء استابيليتي. شلون درسوا؟ جابوا في التفاعل اسمه هيدروجينيشن. جابوا هيدروجين مع كاتاليست حولوا المركبات الانساتوريتد الى شنو؟ الى ساتوريتد. اذا دي يسموا في التجربه يحولون المركبات الانساتوريتد الى ساتوريتد. تعرفون ولدي التفاعلات الكيميائيه اما اكسوثيرميك ريأكشن او شنو؟ اما باعت الحراره او شنو؟ ملتصق الحراره. نقول اكسوثيرميك عندكم بالفيزيكا خلاص. اما اكسوثيرميك ريأكشن او اندوثيرميك ريأكشن. درسوا هذا الموضوع في حاله تفاعلات الالكينات تحت الالكينات مع الهيدروجين بوجود كاتاليست حولوه الى شنو؟ الى شنو؟ الى ساتوريتد كومباوند يفقد حراره. اذا تفاعلات اكسوثيرميك ريأكشن. درسوا جابوا مركب سداسي الحلقه بس كم دبل بوند بي؟ وحده سايكلوهكسين. فعلوه مع الهيدروجين انطانا حراره ناقص 28. هذا الناقص هو الساين. يقول هذا التفاعل اكسو لو اندو؟ اكسو. اذا كان اندو شرطي الساين شو يصير؟ يصير موجب بلس. اذا هذا الناقص يقول لي هذا التفاعل انطاني حراره. ايش قد الحراره طلاب؟ ناقص البيت. مركب سايكلوهكسين في غاز الحلقه في كم بوند؟ جابوا مركب مشابه للاول بس خلوا له دبل بوند ثانيه سايكلوهكسادايين. من فعلوه مع الهيدروجين ايش قد تطلع حراره المفروض؟ ايش قد يطيح؟ ضعف الحراره الاولى. ليش؟ لان المركب الاول شنو كان عندي؟ كم دبل بوند؟ واحد. هسه ايش صار؟ بالفعل قاسوه طلع عنده تقريبا ضعف 28 في 2 56 يعني طلع قريب الى جابوا البنزين كم درجه كم؟ 5.3. المفروض لازم يطي الحراره زيت درجه من فعله مع الهيدروجين يفترض كان يطي بحدود ال 86 87 دلتا اتش مان. شافوا الحراره تقريبا 50 اذا هذا شابه الالكينات. ما هو اكثر مستقر؟ هاي الطريقه هذا الفانكشن الاستابيليتي. درسوا انه البنزين مور ستيبل ذان الالكين. طلعوا الكونكلوجن البنزين مور ستيبل ذان منو؟ ذان الالكين. ليش مور ستيبل؟ لانه دلتا اتش لو كان مو ستيبل كان توصل الحراره الالكين دلتا اتش بحدود 86 او 87 بما انهم طاقل بالتفاعل اللي هو مركب شنو؟ مستقر. اذا طلعوا الكونكلوجن قالوا البنزين مور ستيبل ذان الالكين. صار كم ايفيدنس؟ اول واحد شنو كان؟ بوند لينك. الثاني ستيبلتي. اذا بس العلماء قالوا ذلك حتى نحسب البنزين.
تفاعلات الالكين، يا تفاعلات تدخل الالكين لخط هو العام، شو اسمها الميكانيزم مالته؟ تفاعلات الالكين كتير تدخل تفاعلات اديشن رياكشن او ما يسمى بالاضافه اديشن رياكشن. الميكانيزم مال تفاعلات الالكين اديشن رياكشن. ابسط تفاعل يجيبون بي ار 2، شلون البي ار 2 برتقال يخلوه على المركب اذا صار كلمبلس بالمكان اللي يكلمه. نفس الشيء لو نروح للبنزين يحكي على فاير الكترون واللي مناهضين انه البنزين يشبه الالكين، لازم نضيف قطره البرومين على البنزين على السوليوشن مال البنزين تتحول من كلر الى شنو؟ جاو سووا التفاعل نو رياكشن. بعد تفاعل نو رياكشن شافوا تفاعلات البنزين لا تدخل تفاعلات الشيشن إذا صار كم إذا صار لا أول واحد منهم بوند ثاني ثالث الأكسون. شافوا تفاعلات البنزين أنا أخذها هي تفاعلات البروفيل سبستيتيوشن وليس تفاعلات أديشن من هذا الكونكلوجن أنا بعد سووا تيستات أخرى على يختم هالإحتمالية طلعوا الكونكلوجن قالوا إذا البنزين لا يشابه الألكين بكل تفاصيله. إذا طلعوا الكونكلوجن أن البنزين لا يشابه الألكين فعزلوا في مجموعة سموها أروماتيك كومباوند. فلذلك لديك من تسع أروماتيك كومباوند. هسه حنباور شلون نعرف هل ان السؤال هل ان البنزين هو اصغر جزيء اروماتيه؟ السؤال يتوارد اي شخص. احنا قلنا الكان ما هي اصغر جزيء بالالكان ولا ميثان؟ الميثان اصغر جزيء بالالكان مو اصغر جزيء الايثين. الايثين سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 اصغر جزيء. وهكذا الاسترين بالالكان واضح ولا؟ فقالوا هل انه بالاروماتيك كومباوند البنزين هو اصغر جزيء؟ هذا ما حنتكلم عليه. بعد ناخذ بريك وش نسوي؟ بعد ناخذ بريك حنتكلم على هذا الموضوع بالاستاذ شلون نعرف ان هذا الوقت اروماتيك من لان اروماتيك. مثل ما تعرفون احنا بالكيمياء العضويه عندنا فد ستايل بالتدريس. اول شيء ندرس النيوكليتر اوف كومباوند، بعدين ندرس الكوربريشن مالته، بعدين ايش ندرس؟ نترك تفاعل. احنا بالبنزين ما عندنا ما يعتبر بنزين، كله يطلع من الله سبحانه وتعالى الا في بعض الحالات. فلذلك حناخذ تمشي اسمه النيوكليتر اوف اروماتيك كومباوند، انت بنزين. طلاب احد عنده سؤال على هذا الموضوع؟ كل اللي حكيته ما في ولا حرف حصر بالنسبه لا الارقام تبدلها لا الارقام ولا اي شيء، فقط استيضاح لماذا عزوا البنزين في مجموعة سموها أروماتيك كومباوند. أحد عنده سؤال عن الشكل؟ لازم كل اللي حكيته ما مطالب الطالب بأي فرق لا أرقام ولا الموضوع بس. بس اعطيتك اختبار ليش عزوا البنزين في مجموعة سموها أروماتيك كومباوند. هسه ندرس تسمية المركبات. هسه لو نطبع الفيس
من السجل على حاجة من الطبع على أي موقع من السجل شكرا من عندك الموقع بعدين يلا يقبل الفيرست نيم مستحيل لو غلط دعته صار له غلط دعته ابد ما يقبل اسمه ولا يريد حتى لما يتعامل وياه بعدين شو يكتب لك؟ شو يكتب لك؟ يكتب لك التخان على الجيب باكر وهو الصح شنو فرق التسمع عن الحياه؟ هاي بس احنا هنا يجي يسمع وبعدين يتكلم وبعدين يكتب ما في شيء طبعاً يطلقون شيء يسموه سيرني بعدين الأحفاد المشتقات بس يسموه من اللاسني يعني أكثر الجد نفس الشيء بالتسميات تسميات الكيمياء العضوية تبدأ بالألكان ثبتها الألكان هو الأساس في تسمية المركبات العضوية. اللي ما يعرف يسمي الكان ما يعرف يسمي أي تسمية عضوية. إذا ما تعرف الكان اللي حطوه في القلب يكون 10 ذرات كربون، مو صحيح؟ مو صحيح الكان؟ من عندي الكان شلون نسميه؟ نحتاج شنو؟ أطول سلسلة. قبل زماننا مو زمانكم. طور العلم جايب أطول سلسلة فيه مستقيمة بس شالوا كده مستقيمة غلط يطلب أطول سلسلة من الترقيم من آخر التفرع بالألكين أقرب إذا البرايورتي إذا البرايورتي ما الترقيم يعتمد على من يعتمد على الفانكشنال جروب اللي بالالكين من هو الفانكشنال جروب؟ دبل بوند يعتمد بالالكين اقرب شنو؟ دبل بوند بالكحولات الاو اتش اذا الاو اتش هو الفانكشنال جروب من حجر بونتترون الارجهاجات والكيتونات والامينات الكربوني جروب سي دبل بوند او ان كان بالكربوكسيليك اسيد او ديريتيف بالامايدات ومشتقاتها وفي الأرجهاجات والكيتونات جبت الترقيم لأقرب سي دبل بوند أو إذا أقبل إحنا كنا نختار سلسلة طويلة بس البرايورتي في اختيار الأرقام من أين نبدأ الترقيم يعتمد على من؟ على الفانكشنال صح؟ يعني كان قبل صار بالألكان وقفنا على هاليدات الألكين اللي هاليدات شنو هي عندي؟ إما كلور أو كلور بروم يود مختلف واحد جزئين يقول لك إذا كان تفرع أو هالوجين نفس الشيء من الأقرب رقم يعني معناته الهالوجينات والتفرع نفس البرايورتي أكيد فهموكم هاي الشغلة مو صحيح؟ مو صحيح؟ إذا ما وضحها مثل الإنسان ده وضحها بس هي هيجي الهالوجينات والتفرع نفس البرايورتي ما واحد افضل بس من دين الالكين من اخذ التسميه الالكين يعني فانكشنال جروب من احنا على استنين اخذ الاستنين هو فانكشنال جروب من احنا على الكحول كل الكحول او المرتبط بالكربون هو ناخذ البرايات وهكذا واضح ولا اذا هسه في تسميات البنزين نفس الشيء من هو الاساس؟ الالكان مثال الاول عندي اثل CH2CH3 مرتبط بنزين سمينا اخذنا علما اخذنا الالكان اثل بنزين بصفر تيرشر بيوتاي مرتبط بنزين سمينا تيرشر بيوتاي بنزين لو ردنا نسمي على الايوفاك سيستم نقدر نسوي
نختار أطول سلسلة من هي؟ CH3 هي البروبان. نقدر هذا نسمي هذا المركب بروبان. رقم إذا رقمنا من فوق أو تحت نفس الشيء. عندي رقم 2 درجة الكربون تحت على التفرع في CH3 هو المثل جروب، وفي تفرع آخر هو البنزين. نقدر نسمي هذا المركب أبجدي. البنزين أضاعه البنزين يفقد جزيئة، يفقد ذرة هيدروجين يسمى فلك. هذا بس يسمى فلك. هذا شكله سمي أسميه سجل يملا 2-2- المثل اللي قلت لك قبل أبجدي 2- مثل داش 2 أيضا داش فنل بروبان. هذا من الأيوباك سيستم النظام العالمي. إذا من هو السيرنيم صار عندنا؟ من هو السيرنيم عندنا في هذا التسمية؟ البروبان هو الأساس. ومن عنده اشتقة التفرعات يعني جدنا وإحنا كنا متفرعين من عنده. وكنا عندنا عشرة من هذا من العشيرة. العشيرة هي الأصل والباقي كلها تفرعات. نفس الشيء بالعلم ما يختلف عن ما أخذناه بالحياة. فإذا كان المثال عندي ذاك المثال كلورو بنزين. الكلور لايك مثل الكلام كلورو بنزين. الكلور هو أخذ الفرايات بالتسمية. عندي بعض التسميات هاي تحفظ. نبدي نحفظ إذا بنزين مرتبط بسي اتش 3 ما يصير أسميه مثل بنزين. اسمه عنده تسمية شائعة اسمه تلوين. أشره تحفظ تلوين. او اتش مرتبط ببنزين ما يصير أسمي هيدروكسي بنزين، أسمي فينول. انش 2 ما يصير أسميه أمينو بنزين، أسمي أنيلين. سجل وياي طلاب، عندي بنزين مرتبطة ب كربوكسيليك أسيد. بنزين مرتبط بكربوكسيليك أسيد اسمه بنزويك أسيد. اسمه بنزويك أسيد. بنزين BNO2 اسمه نيتروبنزين. بنزين مرتبط بمجموعة ألديهايد اسمه بنزالديهايد. سجلوه لأنه مفهوم سياق المحاضرات حتى بعض المركبات هذا تسمى بالكمان نيم. كمان نيم تسميات شائعة. لو أنا عندي البنزين بيك شيء خاص بي يعني أقول بنزين طلع أقصد الأرمات الطبعة بس التبطل لا أحكي بنزين يعني أرمات الطبعة بس أخذنا العينة مالتنا لدرسها السكينية اسمها بنزين. بالأرمات الكمبوند اللي عينتها بنزين لو كان عندي جروب الموقع المجاور للجروب شو نسميه؟ أورثو.
الموقع اللي يجي بعده شو نسميه؟ ميتا. الموقع الأخير يسمى فارق. الموقع المجاور للجروب يسمى شو يسموه؟ أورتو. والأبعد عنه يسمى ميتا فقار. لو كان عندي هنا جروب ثانية، لو كان عندي هنا جروب، شو انتبه عليه؟ لو كان اكو هنا جروب، هذا الموقع بالنسبة لهذا الجروب شو يسموه؟ أحسنتم. وهكذا. الموقع هو يحدد الأورتو والميتا والفار. واضح؟ الموقع اللي دا نأشره هو يحدد لنا هذا انه يصفى أورتو فميتا فبار. واضح ولا؟ لو عندي عينات جروبات، احنا اخذنا ليه حدنا بالتسمية جروب واحدة على العين. لو اخذنا تو جروب متشابهتين نفس المجموعة، اثنينهم بي ار، عندي موقع واحد واثنين، وعندي موقع واحد وثلاثة، وعندي موقع واحد واربعة، شلون اقدر اسمي هاي المركبات؟ اما ابدي ارقم وشلون عم في الترقيم؟ مين ابدي الترقيم؟ من هي البرانتي؟ يا مجموعه الاقوى اللي ابدي بها بالترقيم. بما انه هنا عندنا مجموعتين متشابهتين فما ياثر الترقيم مالتي. يعني اذا بديت بهاي البي ار بواحد وهاي بلشت بها اثنين، او بديت بهاي واحد واثنين ما تغير شيء، صحيح؟ لان نفس المجاميع. فلو رقمناه واحد واثنين، واحد وثلاثة، واحد وأربعة، شو يكون اسم هذا المرك؟ شو يكون؟ one فارزة two dash diagram وبنزين. هذاك ايش حيكون تسميته؟ one three diagram وبنزين. فالأخير شو يصير؟ one four diagram وبنزين. طلاب اللغة ما تتغير. ما بين الأرقام شو نخلي؟ كوما. ما بين الحرف والرقم شو نخلي؟ داش. تحدي صار الموضوع. ما بين الارقام تضع كوما، ما بين الحرف حتى في اللغه نكتب اي شيء، اي بيبر، اي كذا، نضع اما داش او كوما ما بين الارقام وما بين الحرف والرقم نخلي داش. واضح ولا لا؟ تحدي صار الموضوع. او ممكن نسمي هذا المركب او ال1 2 دايبرومو بنزين نسميه اورثو دايبرومو بنزين. هذاك ايش حيكون؟ الحفظ واسئله الامتحان مال الفصل هذا. استفدنا انا طبيعي انه كليتر داخله، بس منه حيجي الشيء الرئيسي مال المحاضره. ثبت يمك. بدايه حديثي انطيت سالت سؤال، هل ان البنزين هو اصغر جزيئه اروماتيه؟ مو تسالني سؤال؟ هسه حنبدي نجاوب عليه. كيف اعرف هذا المركب اروماتي؟ كيف اعرف هذا المركب نان اروماتي؟ كل شيء بالحياه اسمه معايير، كريتيريا، معايير. لو دخل هنا السيد العام او المعاون او رئيس الفرع او اي استاذ، شو يقول على هاي المرحله؟ شو يقول على هاي المرحله؟ شلون عرف؟ شلون عرف طلاب هاي؟ طب هنا اي استاذ، طب هنا قال هذول طلاب المرحله الثانيه، شلون عرف طلاب؟ نعم خصصينها ما يعرف، ما حد دزوا الجروب على الجروبات دزوكم، ما يعرف. شلون يعرف؟ اول شيء حيعرف حيباع المن، انتم كلكم ظهر عليه صح؟ المن دي باوع. اذا يقول دكتورات هو يدرس طلاب المرحله الثانيه، فاذا المعيار كان منو؟ دكتورات.
الاستاذ الماده مش عطلاني، دكتوره هبه، دكتوره كريم، دكتور مثنى اللي حيدرسكم فسلجه، وهكذا. من طب الناس شاف الاستاذ قال المعيار حتعرف هذول طلاب المرحله الثانيه الكريتيريا استاذ الماده صح؟ لان انا ما ادرس بالصف الثاني. فاذا قال المعيار، اذا المعيار كان الاستاذ بهذا التصنيف. فاذا لازم نلقي المعايير. شوف طلاب كل شيء من الحياه. ارجع اقول لكم الى ان تخرجوا وياي. كل شيء من الحياه، اذا فهمت الحياه ايش بيصير فيها من اشياء حتى في كل الامور تصير سهله وسلسه، حتى الدرس مشوق. اذا لازم ندرس معايير اللي من خلالها نعرف انه هذا مرتب اروماتيك او نون اروماتيك. صح؟ اذا موضوعنا لهذا الدرس ذا كريتيريا فور اروماتيسيتي. خلينا الدش سميناه هوجلز رول. اذا ما هي المعايير؟ رقم واحد تحفظ بالتسلسلات. مو تقمز لي مثال بالضبط شلون مسلسلاني؟ بالتسلسل نحفظ. رقم واحد A molecule الجزيئه must be بعد شلون بدي اكد شو تكون؟ شو تكون؟ سايكليك. سايكليك must be cyclic. اذا مو cyclic aromatic compound اكتب اذا مو cyclic aromatic. اذا ستريت الجزيئه ستريت aromatic اذا لازم الجزيئه الاروماتيه تكون cyclic. حنعطي مثال اكتب ارسم سايكلو هكسان. ارسم سايكلو هكسان. ارسم سايكلو هكسان. كلكم تعرفون ترسمون اكيد. هذا السايكلو هكسان على هذا المعيار اروماتيك لون انا اروماتيك. سجل عليه اروماتيك كومباوند وخلي عليه علامة استفهام. اذا السايكلو هكسان يعتبر على هذا المعيار شو يكون؟ اروماتيك. الشرط الثاني A molecule must be شيكون لنا مستوي. الشيء بشيء يذكر. شو انت تصورون الباي بوند؟ هاي فردة الحمر. مرات نضرب الأمثلة من الحياة مو لأجل الونسة، لأجل حتى شنو؟ توصل الفكرة للطالب. هذا البنزين حتى يصير بلانر الالكترونات ده تسوي عليه ده تضغط مين من فوق ومين من جوا من جوا حتى تخليه مستوي. البنزين اما يشبه بالحياة ناكله على طول. كل الطلاب يحبوه، المجتمع كله يحبه. مثل ايش؟ مثل ايش؟ خبز. مثل ايش؟ الناس كلها متلهفة عليه. شنو؟ الهمبرجر. اعتبروا الهمبرجراية هي نفسها حلقة البنزين والالكترونات مالتها هي يسمونها بتنقص بالضبط. والشرط تشبه حلقة البنزين بالهمبرجر. بالضبط اي شيء. عبارة عن بنزين والالكترونات مالتها تفترطبط عليه من اسفل حتى تسوي بلانر. حتى تصير بلانر اكتب لازم ذرة الكربون ستة. كم ذرة بالبنزين؟ ستة. كلها تكون تهجينة من يا نوع؟ اسبيتو. حتى تكون بلانر ونقول هذا اروماتيك لازم شو تكون؟ ذرات الكربون تكون تهجينة من نوع الاسبيتو. طلاب واضح لو اعيد؟ واضح. جيد. فاذا اكو شرطين اساسيين لحد الان. ما هو الشرط الاول؟ سايكليك. الثاني؟ لنا. فاذا السايكلوهكسان
اللي قلنا عليه بالمثال الاول يعتبر اروماتيك على هذا الشرط. ليش ما صار اروماتيك كومباوند؟ لان ذره الكربون تهجينا من يا نوع سجلها sp3، فاذا اشطب على السايكلوكسان انه نون اروماتيك كومباوند بالشرط الاول طابق عليه، بالشرط الثاني سوى ديليت لغاء. صح؟ اكو حد مفتهم الدحكي ولدي؟ دا اقول السايكلوهكسان بالمعيار الاول انطبق عليه سايكليك سايكل، فراسا يتبادر للشخص المقابل انه هذا اروماتيك. بس من جينا على الكريتيريا الثانيه المعيار الثاني شنو؟ لازم يكون بلانر. حتى يكون بلانر لازم كل ذرات الكربون بالجزء ايش تكون ويانا؟ اس بي 2. اما السايكلوهكسان اس بي 3 ذره الكربون. فاذا سايكلوكسان طلع من الكريتيريا، طلعته من الاروماتيك المعيار الثاني. اذا اول واحد كان شنو؟ نصبي سايكليك. مصب شنو؟ المركب مصب شنو؟ مصب شنو؟ مصب شنو طلاب؟ كومبليتلي كونجوجيتد. خلي جوا خط قال كونجوجيتد. مصب كونجوجيتد قال؟ لوش قال؟ كومبليتلي. اذا هاي الكلمه لازم نعرفها شنو هي. ما هو كونجيجيتد كومباوند؟ شنو كونجيجيتد كومباوند؟ قلنا حتى مبسط احسن شيء مبسط صعدته بقول ابدا عشتيته. بس شنو شلون نقول هذا مركب كونجيجيتد؟ اول ما بقول هذا كونجيجيتد يا أسرع. خلنا نحكي على الأرقام هاي، هذا مركب ويا الأرقام سجلوا. اسمه رجع. سي دبل بوند سي دبل بوند سي. كلمة conjugated قل لا ايش عندي آسرة؟ ايش عندي آسرة قل لا؟ مزدوجة تجي بعد شنو؟ منفردة بعدين؟ بعدين؟ وهكذا. هذا يسموه conjugated بالتناوب. مزدوج منفرد مزدوج منفرد مزدوج منفرد وهكذا. هذا يسموه conjugated. اكتب العام راح يسوي عدايين يسوي على كومباوند. كلش بسيط مزدوج منفرد وهكذا. نفس الرسم شيل هاي شيل نفس الرسم هاي شيل الدبل بوند مال خليها سنجل بوند. بي كونجيجيتد كومباوند؟ نعم بي. ليش لا؟ دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند. اذا هذا الجروب كونجيجيتد او مو كونجيجيتد؟ كونجيجيتد. بس هل هو كومبليتلي كونجيجيتد؟ لا لا كومبليتلي كونجيجيتد. بس اذا رجعت الى سي دبل بوند سي completely conjugated. هو conjugated بس not completely conjugated. ليش؟ لأنه صار عندنا شنو؟ gap. بدأ يشتغل بالتناوب double bond single double وهكذا. بعدين صار single single.
حتى بس تأبسط تصير الصورة للطالب. من نقول completely conjugated كل ذرات الكربون من يوم نوع تهجير طلاب SP2. كل ذرات الكربون SP2. من كل ذرات الكربون SP2 سكننا هذا كومبليت شنو؟ لكن المثال من شنو هاي السي من عندها صار عندي صارت هاي SP2 SP2 وصل SP2 SP2 ما تواصل الكونجكت ما تواصل بيناتهم صح؟ صعب؟ فإذا لو نباع البنزين completely conjugated لو مو completely conjugated صح؟ لأن كل ذرات الكربون من نوع SP2 وبالإضافة إنه double bond single bond وهم. فإذا البنزين كان معيارنا. لكن لو أخذنا هذا المركب بالمثال اللي أنا عرضه 1-3 سايكلو هكسادايين طبق على الكريتيريا الثلاثة الأولانية سايكليك بلانار ممكن يكون بلانار ممكن بي كونجيجيتد عنده دبل بوند سنجل بوند لكن هل هو كومبليتلي كونجيجيت فإذا هذا مركب نان أروماتيك كمبوند مع هذا المثال بالوسط 1-3 سايكلو هكسادايين يعتبر نان أروماتيك ليش يا كريتيريا ما انطبقت عليه الثالثة not completely complete وآخر واحدة أيضا نفس الشيء صاحبي دبل بوند وسايكليك بس شنو not completely complete إذا لازم تنطبق يا كريتيريا عليه ثلاثة يلا نقول هذا مركب أروماتيك أحد يحب عيد قل له أو عنده سؤال خلينا نقول not completely conjugate هو الأصح واضح يعني مبين not completely conjugate الكريتيريا الرابعة والمهمة من هو على قمة الهرم بالعلوم؟ يعلم هو على قمة الهرم. صيدلة، لو الطب، لو الكيمياء، لو الفيزياء، لو الرياضيات. إذن الرياضيات على قمة الهرم. ومن عندها اشتقت العلوم البقية. صح؟ الرياضيات هي على قمة الهرم. وبقية كل العلوم اشتقت من عندها. اجى عالم اسمه هوجل هذا العالم وضع نظريتين للأروماتيك كومباوند وبالذات للأروماتيسيتي حصل عليه جائزة نوبل والموضوع رياضيات 100% ما له علاقة بالكيمياء وضع فرق قانون كتبه طلاب الرجال 4N plus 2 7.5 هذا تحفظه مثل ما تحفظ اسمك بالامتحان 4N plus 2 equal pi الكترون طلاب هاي معادلة من يا درجة درجة الأولى ثبتها معادلة من الدرجة الأولى بالرياضيات معادلة الدرجة الأولى كم مجهول بيها؟ واحد من هو الموجود هنا قيمة الان من نطلع قيمة الان حنعرف المركب أروماتيك أو نان أروماتيك ما هي القيمة
ما هو الان؟ عبارة عن انتجر نمبر. أشر قيمة الان انتجر نمبر. يعني شنو بالعربي انتجر نمبر؟ العدد الصح. ما هي الاعداد الصحيحة؟ الواحد. مين تبدي الاعداد الصحيحة؟ الواحد. من الصفر الى ما لا نهاية. حقيقة الاعداد الصحيحة هي صفر الى لا رقم الى تسعة. العشرة مين جاي العشرة؟ واحد صفر. الدعش العشرين اثنين صفر وهكذا. لذلك بالحاسبات الخوارزميات، سامعين بالخوارزميات حاسبات سووا، قالوا اخو نفس الفكرة، قالوا خلينا نسوي واحد والصفر. هو اشتقت من عند الخوارزميات، واحد صفر وهكذا من صفر الى تسعة. قبل كان قبل متلف الله مثلكم بالستينات بالسبعينات يسمون، ما يسمون انتجر نمبر، يسمون الاعداد العشريه، يسموها الاعداد العشريه. عشر ارقام من الصفر للتسعة، مين اخذت هاي الاعداد العشريه؟ طلع مين اخذت الاعداد العشريه من الصفر تسعة؟ منو مين اخذوها؟ مين من الصفر تسعة كم رقم؟ عشرة. اخذوها مت يسموه بالانجليزي يسموه تين فينجر نمبر. تين فينجر نمبر من الخالق، عشر اصابع من الصفر الى التسعة. فاذاك يسموه تين نمبر من الايد. وضعوا اسس الرياضيات، واضح طلاب؟ فوقه السو. اذا عندنا المجهول، من هو المجهول؟ قيمة وهو المجهول. لازم نعرف الباي الكترون. ما هو الباي الكترون؟ بنزين. ارسم بنزين، لا تخلي دائرة، خلي عليه داشات. كم باي الكترون بالبنزين؟ بها ثلاث أواصر باي، كل أصرف كم الكترون؟ باثنين. ثلاثة في اثنين طبق القانون مال البنزين على هذا. 4N plus 2 equals جي دخل على الباي الكترون، جي دخل لي 6. 4N يصير equals 6 ناقصا 2. قيمة الان جي طلعت. إذن يعتبر بنزين أوروماتيك لو ما يعتبر؟ أوروماتيك لو ما أوروماتيك؟ كم كريتيريا طبقت عليه؟ خلنا نقسمها. سايكليك، طلاب وياي، سايكليك البنزين سايكليك؟ نعم. بلانر؟ نعم بلانر. كومبليتلي كونجيجيتد؟ نعم كومبليتلي كونجيجيتد. طبق عليه قانون هو قرون، ايش قد تطلع قيمته؟ تطلع قيمته واحد. فاذا البنزين هو المعيار اللي اخذناه على اساسه قدرنا نعتبر البنزين اوروماتيك. اكتب هذا المثال. سايكلوبروفان سايكلوبروبين. ارسم مثلث قائم الزاوية، العفو مثلث متساوي الأضلاع، وخلي عليه دبل. طبق على الكريتيريا. سايكليك سايكليك. ليش حد جاوب بالامتحان؟ رقم نبدي بالتسلسل، ما أخبر طالبي يعبر على تسلسل على تسلسل مثل ما دعتي. سايكليك بلانر؟ نعم بلانر. اصلا هو سايكلوبروبان هو بلانر، لان جزيئه الزاويه مالت 60 اصلا هي عدله ما يراد لها. كومبليتلي كونجيجيتد، خليها على صفحه. كومبليتلي كونجيجيتد طلاب؟ نوت كومبليت. ليش مو كومبليتلي كونجيجيتد؟ اكو سبيك، لان اكو المثلث الراس مالته ذره الكربون راسيه من يانو تهجين. سبيك ريت. اكتبها فهي نوت كومبليتلي كونجيجيتد. اذا السايكلوبروبين هو اروماتيك لو نن اروماتيك؟ اكتب عليه نن اروماتيك. بعض هذا سايكلوبوتادين، ويا ترى سايكلوبوتادين بالمثل عندك سايكلوبوتادين. ارسم مربع
وخلي ار سبتين. فنطبق عليه كريتيريا اربع حسب التسلسل. اكتب عليه سايكليك، اكتب عليه سايكليك. بلانر دعم كل ذرات الكربون نيانو التاجين اسبيتو. كومبليتلي كونجيجيتد دعم كومبليتلي كونجيجيتد. ثلاثة كريتيريا طبقت عليه. طبق هوكر والعدد. اكتب 4n + 2 = π/n. بنات وياي حبابات وياي 4n + 2 = π/n. كم باي الكترون عند هذا الساكن بوتادايين؟ أربعة. تبقى خلي بكم باي الكترون، خلي يقوم أربعة. صلاة رياضيات. قيمة الان ايش قد تطلع؟ 1.5. هذا مركب اروماتيك لون ان اروماتيك. اكتب عليه لون اروماتيك. بالرغم من ثلاثة كريتيريا انطبقت عليه. ثلاثة كريتيريا انطبقت عليه ومع ذلك هو مركب دم. ليش ما انطبقت عليه؟ تكتب بالامتحان نوت، اكتب هيجي نوت ساتيسفاي هوجر رول. بالامتحان ايش حتكتب لي؟ طبق القانون، طلع الواحد ونص، تجوز تكتب نون اروماتيك بيكوز نوت ساتيسفاي شنو؟ هوجر رول. واللي يكتب لي اسم هذا العالم غلط بالقران حتى لو كله صح على صح. هذا يسجل لي حيدر. بس اقول وعذر من عنده. مو كله بلس. خلي شوي نصير ماينس. رجاء من تكتب بالامتحان بالتسلسل تقول لي سايكليك رقم واحد، اثنين بلانر، ثلاثة كومبليتلي كونجيجيتد، أربعة طبق قانون هوجر رول، تقول لي كونكلوجن مالتك شو حيصير؟ نان أروماتيك أو أروماتيك. من تقول لي نان أروماتيك تكتب لي السبب because not completely conjugated because not satisfy Hooker's rule وهكذا. واضح الطلاب ايش داحكي؟ صعب لو سهل طلاب؟ جيد. اكو اي سؤال حتى نروح نعطي امثله بعد؟ هسه نترك الامتحان. هسه احكينا الامتحان بعد كذا. نحكي مو تفاصيل، لا حد باع طلاب. اكره بالعضويه ماكو حكي. ماكو حكي تكتب تشرح. اكتب لي هيك سايكليك. بلانر كلمه واحده. كومبليتلي كونجيجيتد. ساتيسفايد هوجر رول. طبق القانون خلاص نقطة راسك. من تحكي هواية حتى ما بقى الله شاهد مرات الطلاب يكتبون. أنا أقصر مو أزيده. واضح طلاب؟ نعطي هاي الأمثلة. طلع لي هاي بالتالي. أنت هاي مركبات لا تحفظ أسمائهم. هاي مركبات خلينا ندرسها. هذان مركبات اروماتيك لونان اروماتيك نظام. طبق القانون عليه. نجي واحده واحده. سايكليك حناخذها على اليسار. سايكليك اكتب عليه سايكليك. بلانر بلانر نعم بلانر كل اس بي 2 مركب كاربون مركب. Completely conjugated? Yes, completely conjugated. كم باي الكترون عندي هنا؟ كم عشرة باي عندي احسبها؟ سبعة في اثنين 14 باي الكترون. طبق القانون. طلع لي قيمة الان ايش قد؟ إذا هذا مركب أروماتيك لو لان أروماتيك؟ أروماتيك. ايش هذا بنزين؟ هذا مركب أروماتي. أخذ المثال اللي بصفه. خلينا نفصله. سايكليك؟ نعم سايكليك. اكتب عليه سايكليك. بلانر؟ نعم بلانر كله مركب بي اس بي 2. كومبليتلي كونجيجيتد؟ يس كومبليتلي كونجيجيتد. كم باي الكترون عندي؟
تسعة في اثنين طبق القانون أن إيش قد تطلع قيمتها؟ تطلع قيمتها 4. إذا أقول هذا مرتب أوروماتيك طبقنا عليه 4 كريتيريا صار عندنا مركب أوروماتيك كامل.